أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طافي هذا، نسينا نشغله معنا. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وأنا قبل ما نبدأ الدرس إن شاء الله بس تنبيه، يعني هو أشبه باعتذار. هاي الأيام أنا جدا منشغل في النهار، أقوم بتفريغ كتاب كنت ألفته في السجن، فبقوم بتفريغه على الكمبيوتر، فكثير من التساؤلات تبعتكم أو الإخوة اللي بيستفسروا مش عمالي بلحق التعليقات تبعتهم وأرد عليهم، عشان هيك دي يعني صبر جميل ان شاء الله، يعني عندما اتمكن ارد على هذه التعليقات قدر الامكان وعلى هذه الاسئله. التمسوا لنا عذر انه الوقت ضيق، النهار قصير والمهام كثيره، بالاضافه لهي المهمه يعني لربما حتى اني انا ابتدئها يعني مر عام كامل حتى اني اقدر اوصل لبدايه هذا الكتاب، حتى ابدا تنقيحه على جهاز الكمبيوتر. وإن شاء الله يعني في كل فترة نعطي جزء أو حيثية من الكتاب في دروسنا بإذن الله من هذا الكتاب. الكتاب يعني هو يتكلم عن وعد الله الحق، عن آخر الزمان، يعني دروسنا أو خلاصة هذه الدروس ستكون في هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا التنبيه الأول، عشان هيك يعني أي واحد بيستفسر أو بيبعت سؤال وما برد عليه يعني يلتمس العذر، وإذا كان السؤال كثير مهم يعني من وقت لوقت بتطلع على التعليقات، بتطلع على الرسائل، يعود يبعث السؤال تبعه كمان مرة وإن شاء الله خير. وبالنسبة للرؤى يا إخواني، بالأخص بالنسبة للرؤى، أول إشي لما شخص يبعث لي رؤيتين تنتين مع بعضهم في نفس الوقت بصير صعب جدا إني أنا أطلع على الرسالة تبعته. اللي بده يبعث رؤية واحدة فقط، وأنا أشترط دائما للي بده يبعث رؤى انه هذه الرؤيا تكون عامه وليست خاصه، عامه لا المسلمين، وان كان فيها الرسول عليه الصلاه والسلام بكون افضل، او احد الانبياء، او كان فيها المهدي، او فيها اشارات، اشاره من اشارات اخر الزمان، لا باس. يعني الرؤيا يجب ان تكون عامه وليست خاصه. احنا مش عمالنا بنفسر احلام، احنا نتكلم في اخر الزمان. ومن صفه اخر الزمان ان تاتي رؤى كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه في آخر الزمان لا يبقى من مبشرات النبوة غير الرؤى الصالحة. فنحن نتكلم في هذه الرؤى ونبحث عن الرؤى الصالحة. شو يعني الرؤى الصالحة؟ اللي فيها دليل على صدقها. عشان هيك يعني ما في داعي أي إنسان أجت رؤية خاصة فيه أو بأهله أو بحدا عنده يبعث لي إياها، لأنه هذا مش تخصصنا وهذا مش مجالنا. فالشرط الأولاني اللي نحطه للي بده يبعث رؤى أنه الرؤية تكون عامة. الشرط الثاني منقول انه هذه الرؤية تكون حديثة وليست قديمة. ان واحد يحكي لي على رؤية قبل 10 سنين او 20 سنة انه جاءته، يعني الوقت صار مارق عليها. واحنا زي ما شايفين احيانا اخواني انا تأتيني رؤية يعني بيكون عمرها يومين او 3 ايام ولا احدث فيها، لانه بعتبر انه مرق فترة زمنية على هذه الرؤية لربما ادى الى احداث خلل فيها. يعني يمكن الرؤية الحدث تبعها صار على الواقع، فإذا أنا حدثت في الرؤيا بعد ما يصير على الواقع الناس قد تظن
انه انا شفت الواقع بعدين تكلمت في هذا الرؤيه، فمنعا لحدوث الشك يعني امتنع عن التحدث في هذه الرؤيه. عشان هيك اخواني الشرط الثاني نحط ان الرؤيه تكون حديثه ولا تكون قديمه، هذا الشرط الثاني نحطه، فان تكون الرؤيه عامه وان تكون حديثه، والشرط الثالث ان تكون الرؤيه للي بيحكي معي، مش انه والله سمع واحد حكى برؤيه ينقلها ويقول لي شو معنات هذه الرؤيه. الرؤيه لازم تكون خاصه فيك، لانه انا قد احتاج اني انا اسالك بعض الاسئله استفسر منها فلن تستطيع ان تجيبني. في ناس بيقصوا لي رؤيه من الانترنت وبعت لي اياها وبقول لي شو تعبير هذه الرؤيه وشو تفسيرها، فانا لا اجيب على الرؤى اللي مش خاصه بالشخص اللي بيتكلم معي. فهذول ثلاث شروط اخواني، وزي ما حكينا رؤيه واحده في كل مره. اللي بيبعت لي رؤيتين او ثلاثه، في بعض الاشخاص يعني بيبعت 10 رؤى في نفس الوقت. طب انا يعني اذا الوقت ضيق اني اطلع على رؤيه، واحد بعت لي رؤيه ويمكن اني انا يمرق اسبوع او 10 ايام عشان اقدر اوصل للرؤيه تبعته، فما بالك لما يبعث لي رؤيتين او ثلاثه او اربعه او خمسه، فانا احجم وابتعد عن المحادثات اللي فيها اكثر من رؤيه، بتركها او بلف الصفحه وبروح لرؤيه ثانيه. عشان انت تضمن او يكون في لك حظ اكثر انه انا اقدر اوصل للرؤيه، ابعث رؤيه واحده فقط في نفس الوقت وما تبعث اكثر منها. فهذا اخواني يعني ملاحظه. وبعدين زي ما حكينا اخواني انا يعني حاليا الاولويه بعطيها للواتساب، يعني اطلع اول شيء على الرسائل تبعت الواتساب بحاول اني اخلصها، وبعدين بنظر الى المصادر الاخرى منها سواء الماسنجر او التعليقات على الفيس او التعليقات على اليوتيوب. هذه بتيجي مرحله ثانيه، او الايميلات اللي بتجيني على الايميل تبعي. وبذكر اخواني اللي ما عندوش رقم الواتساب تبعي، هو المقدمة الدولية للأرض المقدسة زائد 972، بعدين بيجي رقم الهاتف تبعي 523-623-683. كمان مرة بعيده، زائد 972-523-623-683. وفي المناسبة إخواني هذا الرقم الوحيد اللي موجود إلي، ما في عندي أي رقم آخر. وأي واحد، وفي ناس بعتولي انه في ناس بينتحلوا شخصيتي وبيعطوا ارقامهم للاشخاص وبيعطوهم ارقام انه هذا رقم الشيخ خالد المغربي عشان يبعثوا لهم المعلومات، ما في الي رقم ثاني. اي واحد بيعطيك اي رقم ثاني هذا شخص انا ما بعرفه ومش مسؤول عن اي محادثه بتدور بينك وبينه، هذا رقمي الوحيد. والايميل تبعي للي بده يبعث ايميل هو KHM، ابتداء اول حرف من كل اسم خالد حسن مغربي KHM، بعدين الالي مدوره نقولها عنها ات، كمان مره KHM2000 يعني 2-3 صفار نقطه كوم، هذا الايميل تبعي وهذا اللي بستقبل عليه الايميلات. وعشان تبقوا عارفين كمان زي ما حكيت الايميل بيجي درجه ثانيه بعد الواتس اب. بعدين اخواني يعني في ناس تسالني عن صفحتي الرسميه فين انا ببث، يعني من بث احنا مباشره على الفيسبوك زي ما هلا انتم عمالكم تطلعوا. في ناس يعني حاليا انا شايف الرقم تقريبا 106 اشخاص او 107 اشخاص بيحضرونا على المباشر حاليا. هذا البث المباشر بيكون موجود او اللي ببث عنه على صفحه اللي هي اسمها خالد المغربي، او في الانجليزي خالد نقطه مغربي نقطه 7. فاذا انت كتبت فيسبوك بتحط شحطه المالي، شحطه التاريخ المالي، بتحط خالد KHALED نقطه مغربي MOGHRABI نقطة 7. هذه صفحة الفيسبوك تبعتي، أو أنك بتسوي بحث على خالد المغربي وبتشوف الصورة اللي موجودة صورتي وبنقي هذه الصفحة. وكمان إخواني على بعد ما أنا أسجل الدرس مباشرة على الفيسبوك بننقله بعد صلاة العشاء على اليوتيوب. في لي صفحة على اليوتيوب اسمها المسجد في اللغة الإنجليزية، يعني بتقدر أنت تروح على يوتيوب سلاش المسجد ALMSJD بهذا الأحرف وبهذا الشكل. هذه صفحتي على اليوتيوب، ما في لي صفحة تانية. وفي كتير صفحات بتاخذ من التسجيل تبعه وبتبث عندها، يعني في صفحة اسمها أحباب القدس، هذه عشان في ناس بتسألني، هذه مش صفحتي الرسمية، هذه مش صفحتي، مش إلي، لبعض الإخوان بياخذوا وأخذوا مني الإذن. وهون كمان ربنا نبه إخواني، أي واحد بده ياخذ أي تسجيل إلي يمنع عليه منع بات، ممنوع انه ياخذ اي جزء من التسجيلات تبعي من الدروس تبعتي بغايه التربح. يعني مجرد ما انت تحط اعلان
في فيديو انا منزله، درس انا منزله، هذا الاعلان قد يتسبب اني انا ابلغ عن هذا التسجيل، وتبليغ عن هذا التسجيل قد يتسبب باغلاق القناه. وليش بقول ممنوع الاعلانات؟ لانه الاعلانات انت ما بتقدر تتحكم في نوعيه الاعلانات. احيانا صفحه اليوتيوب بتحط اعلانات غير لائقه، احيانا بتحط اعلانات وضد الاسلام، احيانا بتحط اعلانات اباحيه، فانت بتحطها في داخل درس بنقول فيه قال الله وقال الرسول، وهذا ليس بلائق ولا هو من ادابنا ولا من اخلاقنا ولا من غايتنا عشان تتربح من هذا الاعلان بطريقه ما. فاحنا صفحتنا اللي هي المسجد احنا ننأى بانفسنا انه نحط فيها اعلانات ونخليها لوجه الله سبحانه وتعالى، ومش مسكرين دروسنا على اي انسان ولا على اي حدا، ولكن نشترط اي شخص بده ياخذ من القناه ما يتربح وما تكون سبب في اعلانات. في كمان صفحه يا اخواني يعني لابد من ان اذكرها، اسمها دروس وخطب المسجد الاقصى، هذه كمان مش قناه الرسميه، ولكن كان هناك تعاقد بيني وبين هي القناه انها هي تبث. فهذه القناه يعني انا ما بقدر اني انا امنعها انها تحط الدروس وتحط فيها اعلانات، لانه من الابتداء كان في اتفاقيه، وانا ما كنت شايف بعيدا انه الاعلانات قد يكون فيها مثل هذا الخلل. فحاليا اخواني احنا يعني بنصبر انفسنا على هذا الوضع، وهم احرار في التصرف، يعني عندهم الخيار في كيفيه التعامل مع هذه الصفحه. فاحنا صفحتنا على اليوتيوب صفحه واحده اللي هي اسمها المسجد، وصفحه واحده على الفيسبوك، وفي كمان اخواني من الفيسبوك سوينا مره صفحه عامه اسمها الشيخ خالد المغربي، ولكن ما في عندنا الوقت ولا القدره ان احنا نتابع مع كل الصفحات، عشان هيك اختصرنا العمل في صفحه او في الصفحه الشخصيه. هذه اخواني تذكره للوضع اللي موجود، يعني حبينا نذكركم فيه ان شاء الله، يعني حتى انه احنا نعرف كيف نتعامل كيف نتصرف. طيب نبدا اخواني ببعض الرؤى، ثم إخواني من داخل الرؤى ننتقل لما هو هام بإذن الله سبحانه وتعالى. الرؤية الأولى، ونذكر إحنا اليوم 20/11/2017 ميلاديا، الرؤية الأولى تتكلم عن جرم سماوي ضخم يتجه نحو الأرض. يعني الرؤية لا ترينا إن سيقوم، إن كان هذا الجرم السماوي سيكون أو سيرتطم بالأرض أو لا، إنما إخواني يعني تتكلم عن جرم سماوي يتجه نحو الأرض، ولا نعلم إن كان سيرتطم بها أو يمر من جانبها. ولكن نعلم إخواني إحنا من ناحية علمية لما نتكلم عن جرم سماوي ونقول يرتطم، إحنا لا نتكلم لا عن شهاب ولا عن نيزك. الجرم السماوي يعني إشي كبير، يعني إشي كبير، وهذا الشيء الكبير الذي يرتطم بالأرض قد يكون سبب في إحداث ضرر كبير لا نعلم ما هو. ولا ربما إخواني يعني الإشارة هنا كانت إلى الكوكب ذو الذنب الذي سيطرق الأرض، يعني الطارق، والطارق كما نعلم هو إشارة الأعور الدجال في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يكون إشارة للمهدي والأعور الدجال في نفس الوقت. يعني لربما كان الطارق قبل ظهور المهدي، ولكن أيضا ربما كان الطارق بعد المهدي وقبل ظهور الأعور الدجال. عند النصارى، النصارى تتكلم عن نجمة الميلاد، هي يعني نفس الإشارة للكوكب ذو الذنب أو الطارق، ولكن عند النصارى يتكلموا إنه نجمة الميلاد هي إشارة المسيح. وإحنا بنعرف إنه الأعور الدجال والمسيح سيأتوا في نفس الفترة الزمنية، ما بينهم يعني الأعور الدجال مكثه كله 40 يوم، وفي آخر 40 يوم سيظهر سيدنا عيسى ويقتل الأعور الدجال. فهذه الرؤية الأولى إخواني تتكلم عن هذا الجرم السماوي. الرؤية الثانية، وكما تكلمنا إخواني لأنه إحنا الآن سنتكلم عن منطقة أو كيان، نذكر أن الرؤى التي نتكلم فيها ظنية وليست قطعية ولا يترتب عليها أحكام شرعية، وقد يكون المقصد منها التحذيري وتنبيهي لفضح مخطط من مخططات الشيطان حتى نحترز من الشر الذي قد يحدث من هذه الرؤية، أو أنه إحنا نطرق أبواب خير بإذن الله تحفظنا عليها هذه الرؤية. الرؤية الثانية إخواني تتكلم أن هناك وفد رفيع، وفد سعودي رفيع المستوى سيزور المنطقة التي نحيا فيها،
وسيقدم دعم للمؤسسات وبالأخص نوعين من المؤسسات. النوع الأولاني التي تعمل على فكرة محاربة الإرهاب، والنوع الثاني التي تعمل على التنمية، يعني إقامة علاقات ثنائية ما بين السعودية وما بين المنطقة اللي احنا فيها. وهذا إخواني يعني احنا شفناه نفس الأفكار الموجودة، يعني شفناها في رؤى سابقة، ولكن الرؤى السابقة التي تكلمنا فيها كانت الزيارات سرية، وهون ما ظهر في هذه الرؤية أن هذه الزيارة ستكون سرية. لربما هذه الرؤية تتكلم عن بداية تطبيع علني على الساحة أمام الناس، ونقول والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إلا أنه أيضا الرؤية لا تشير إلى أن الزيارة ستكون علنية، يعني لا هي قالت سرية ولا هي قالت علنية، في حين أن الرؤى السابقة التي تكلمت في نفس الباب كانت تتكلم أن الزيارات ستكون سرية. أما هذه الرؤية لم يأتي فيها لا كلمة سرية ولا كلمة علنية. هذه الرؤية الثانية. الرؤية الثالثة تتكلم أن هناك وفد استخباراتي لحزب الشيطان سيتجه إلى لبنان لتخييرها ما بين أمرين: الأول هو تسليم شخصيات معينة موجودة في لبنان، أو تلقي ضربة، يعني تهديد. يعني هذا الوفد الاستخباراتي سيرسل رسالة إنه بده فلان وفلان وفلان من لبنان، فإما أن يتم تسليمها أو تلقي ضربة، يعني وضع لبنان على جدول الضرب. هذه الرؤية الثالثة. الرؤية الرابعة تتكلم أيضا على بلاد السعودية. وبتعرف ليش بقول بلاد السعودية ولا أقول بلاد الحرمين؟ نبهنا وقلنا في هذا الأمر في السابق. تتكلم أنه سيتم فتح قنوات فضائية جديدة، ولكن سيسمح في هذه القنوات للنساء بالظهور بلا حجاب. يعني البداية، يعني بداية التعامل أو تطبيق شروط الشيطان لربما رأيناها والجميع شافها على إيش؟ علنا. يعني إذا شفنا قنوات سعودية سواء موجودة وغيروا طريقة اللبس، أو تم فتح قنوات جديدة وسمحوا للنساء بالظهور بلا حجاب، فبنعرف أنه بداية التسليم للشيطان شمالها بدأ الاستحقاق في تسليم أو إطاعة الشيطان في هذا الباب. وأنا مننبه أنه في كثير قنوات موجودة على الساحة، موجودة في الأقمار الصناعية، هي أصلا تابعة لسعوديين. يعني على سبيل المثال روتانا هي تابعة للوليد ابن طلال زي ما أنا بعرف. يعني أنا فيش عندي، ما بعرفش 100%. الـNBC نفس الشيء، وبنعرف أنه البرامج اللي موجودة فيها يعني تصل إلى درجة الوقاحة، يعني تصل لوجه. أي نعم، ولكن إحنا نتكلم عن قنوات، يعني هم خصصوها لإيش؟ خصصوها انه كواجهة، انه السعودية مالها دولة اسلامية، فحتى هذه القنوات ستبدأ تغيير الواقع اللي موجود فيها. ومن الامور اللي راح نشهدها قلنا ظهور الشخصيات النسائية بلا حجاب. الامر الثاني في قنوات القرآن التابعة للعربية السعودية سيتم ازالة الصور التي فيها كلام عن الجهاد. يعني ممكن أحط لك أي صورة تتكلم في أمور ولكن ليس موضوع الجهاد، راح تنقام ويتم تكرير الصور الأخرى. الرؤية اللي بعديها تتكلم عن علاقات أردنية سعودية، ستشهد محاولة خلخلة لهذه العلاقات في الفترة القادمة. يعني احنا بنعرف على سبيل المثال اخواني، يعني انه الاردن
يتلقى جزء كبير من دعمه المادي عبر العربية السعودية، وبالأخص فيما يختص في بيت المقدس والمسجد الأقصى. يعني تتم تمرير الأموال من العربية السعودية للأردن، الأردن لا الأوقاف الأردنية اللي موجودة هنا حتى يقوموا على المسجد الأقصى. فهذه الرؤية إخواني تتكلم عن محاولة خلخلة هذا التسلسل. يعني الشيطان يحاول زرع الفتنة في هذا الموضوع ما بين الأردن والسعودية بهدف نقل السيادة على المسجد الأقصى من الأردن لفين؟ للسعودية. يعني كأن الشيطان أصبح في عنده تصور أنه نقل السيادة على المسجد الأقصى للسعودية أفضل من بقاء هذه السيادة فين؟ بيد الأردنية الهاشمية. ولربما ظهور محمد بن سلمان على الساحة في السعودية هو اللي أدى لمثل هيك التفكير للشيطان، كأنه محمد بن سلمان مستعد انه شو يسوي، انه هو يقوم بكل ما يطلبه او يطلب منه الشيطان لقاء البقاء في حكمه او حكمه للعربية السعودية. ف هون اخواني بدنا ننبه على هذا الامر. اول اشي يعني هذا امر جدا مهم، المسجد الاقصى اخواني هو بيت من بيوت الله، وهو أولى القبلتين. يعني لما الله سبحانه وتعالى أذن لسيدنا آدم أعطاه الإذن أنه يبني بيت يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، هو المسجد الحرام اللي هي الكعبة. لما جاء آدم يصلي من مكة أين كان يتوجه في صلاته؟ إلى المسجد الأقصى، إلى هذا المكان، فهو أولى القبلتين، وهو من أعظم البيوت اللي الله سبحانه وتعالى اوجدها او سمح لادم بانه يبنيها. ونعرف انه المسجد الاقصى اخوان عندما بني انما بني في حياه سيدنا ادم، لانه ابو ذر الغفاري لما سال الرسول عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله اي بيت وضع للناس اولا؟ شو قال له؟ قال له: المسجد الحرام. قال: ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى. قال: فكم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. هلأ لو جينا سألنا يعني آدم قديش عاش على وجه الأرض، يعني يقال إنه الله سبحانه وتعالى كتب لسيدنا آدم 1000 عام على وجه الأرض، ويقال إنه سيدنا آدم تبرع من هذه 1000 ب40 لأبونا داود، كان مكتوب له 60 عام، تبرع من 1000 ب40 لأبونا داود، صار في لداود 100 عام، وتم لآدم 960 عام. هل لو سألنا متى بني المسجد الحرام، يعني الكعبة متى بنيت ومتى بناها آدم، يعني يقال في كتب الآثار، وهي قصص ولا نجزم بها، ولكن يعني من قصص الأنبياء، يقال إنه سيدنا آدم لما هبط إلى الأرض بكى لله سبحانه وتعالى حتى يأذن له إنه يبني بيت. من الروايات ما قال 250 عام، منها ما قال 300، منها ما قال 400، منها ما قال 450 عام بكى لله عز وجل. الحديث الصحيح يقول في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن دموع آدم إن وزنت بدموع أمته لوزنتها. يعني ما في شك أن سيدنا آدم بكى لله عز وجل، ودموعه لآدم اللي هو بكى فيها إذا إحنا بنحطها في ميزان ونأخذ كل دموع البشرية إلى آخر الزمن نحطها في ميزان، بنلاقي أن دموع آدم أكثر. فهذا يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى بيّننا قديش كانت حرقة سيدنا آدم حتى أنه يكون له بيت يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، وأنه بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة الله سبحانه وتعالى يأذن لسيدنا آدم أنه هو يبني الكعبة. تأتي مجموعة من الملائكة تحمل خيمة تضعها فين؟ الكعبة حاليا موجودة، يستبشر فيها سيدنا آدم أن الإذن قد جاء من الله سبحانه وتعالى، فيبدأ ببناء الكعبة. ويقال إنه آدم مع أبنائه، ويقال الملائكة، ويقال آدم مع الملائكة، بغض النظر اشتركوا في بناء الكعبة، وقامت القواعد وبني هذا البيت، وتوجه آدم في الصلاة من هذا المكان باتجاه المسجد الأقصى أن تكون قبلته، لأنه المسجد الأقصى هي أحب بقاع الأرض لله سبحانه وتعالى. يعني في الحديث القدسي لما يتكلم سبحانه وتعالى
عن الشام يقول: يا شام أنت صفوتي من بلادي، إليك أجتبي خيرتي من خلقي، فمن سكنك فبرحمتي، ومن خرج منك فبسخط مني. فهي أحب قاع الأرض لله سبحانه وتعالى، أو قد نقول إنه هي كأنها الجنة على وجه الأرض، جنة الناس أو جنة المؤمن على وجه الأرض هي الأرض المقدسة. فكان آدم يتوجه فيها، والله سبحانه وتعالى يطلب من آدم بعد 40 سنة إنه يتوجه إلى الأرض المقدسة يبني فيها بيت، ويتوجه آدم إلى هذا المكان ويبني المسجد الأقصى، فهو ثاني مسجد في البناء. يعني بنقول عن أولى القبلتين، شو نقول عنه؟ ثاني المسجدين. ولما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بين لنا إنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، يا مسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى. فإذا أنت بدك تسافر بنية الصلاة إلى مكان تقول والله أنا بدي أروح عشان أصلي، لا يسمح لك أن تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. وفي بعض الروايات تسمح أيضا بشد الرحال إلى مسجد جبل الطور، ونقول والله أعلم، إنما الأحاديث الصحيحة تتكلم عن المسجد الحرام، مسجد النبي، والمسجد الأقصى، ونكتفي في هذه المساجد 3. فهو ثالث المساجد. وبعض الناس إخواني يعني تسمي المسجد الأقصى حرم، بعض الناس شو بتسميه؟ حرم، بقولوا يعني إحنا بنسمع من مصغرنا وإحنا متعودين نسمع الكبار: أنا راي على الحرم، أنا نازل على الحرم، أنا في الحرم، رحت على الحرم، جيت من الحرم، متعودين نحن نسمع هذه الكلمات. إخواني نعلم أن هناك حرمين فقط، الحرم الأولاني اللي هو الحرم المكي، والحرم الثاني اللي هو حرم المدينة، وفي لهم حدود. أما المسجد الأقصى فهو مسجد، ولم يرد في قال الله وقال الرسول أن المسجد الأقصى حرم. والحرم فيه له شروط، مثلا أن لا تصطاد، أن تتعامل بطريقة معينة داخل حدود الحرم حتى تخرج من الحرم. أما المسجد الأقصى ما في مثل هذا الشيء. فأن نقول أن المسجد الأقصى هو حرم هو من الأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة، ويجب أن نقول الأقصى ولا نقول الحرم، هذا أفضل، لأنه هذا يتوافق مع الشريعة. كمان شغلة إخواني، لما نقول الأقصى، الأقصى إخواني، كلمة الأقصى هي كلمة جاءت في القرآن الكريم، يعني في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه. وهون إخواني في المناسبة، يعني أنا قبل ما أنت تكملة الآية، في الأمس تكلمنا عن التسبيح، وقلنا التسبيح هو المشي السريع سواء في الهواء أو في الماء. وصفة المشي السريع إنه أنت بتشوف هذا اللي ماشي يعني يسير بطريقة منتظمة، كيف الطائرة لما تطير بنقول عن الطائرة تسبح في السماء، كيف السمكة لما تمشي في الماء شو بنقول عنها؟ تسبح في الماء، يعني بسرعة وانتظام، ما بتشوف فيها خلل. هلأ لما الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه، فكأنه ببين لك إنه رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى شو كانت؟ بسرعة، لأنه قلنا عن التسبيح هو سرعة الاستجابة بقول شيء يدل على عظمة الله عند رؤية آية من آيات الله سبحانه وتعالى. عشان هيك لما نبدأ بسبحان الذي أسرى بعبده اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليلا من المسجد الحرام، هي ايش احنا في عنا المسجد ايش الحرام، شو استخدم سبحانه وتعالى؟ كلمة الحرم، انه في عندك حرم، مسجد حرم، الى المسجد الاقصى، ما قال المسجد الاقصى الحرام، شو قال؟ المسجد الاقصى. عشان هيك صفة هذا البيت، صفة بيت المسجد، بيت المقدس او بيت الله في بيت المقدس انه اقصى، صفة بيت الله سبحانه وتعالى في مكة شو هو؟ انه حرم. في عنا فرق في الوصف الرباني للبيتين، انه واحد حرم والثاني شو ماله؟ اقصى. عشان هيك يفضل قلنا ان نقول اقصى ولا نقول حرم. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. هلا كلمة الاقصى معناها تم استخدامها داخل القرآن الكريم. الحرم احنا بنعرف فيه له حدود، يعني انت بدك تيجي تحرم في لك حدود، بقول لك من فين تقدر تحرم عشان تدخل الى الـ الـ الى الى المسجد الحرام، في حدود للحرم. طيب لما يجي نسال عن الاقصى نقول فما هي حدود الاقصى في القران بحسب اللفظ القراني؟ لما اقول ما هي حدود المسجد الاقصى عشان استدل فيها من القران، هلا اذا احنا بدنا نيجي لنفس ايات القران الكريم شو بنشوف؟ بنشوف ان الله سبحانه وتعالى لما تكلم
عن الأرض المقدسة شو قال؟ قال لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا. كلمة سجدا لما تقول أنت تسجد، مكان سجودك شو اسمه؟ اسمه مسجد، من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى. فمعناه لما نقول أن الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا، ببين أن الباب هو حد. الباب شو ماله؟ مش باب خشب ولا باب حديد، إنما هو حد، مكان. يعني أنت بتحد أنه هذا الباب تبعي أو هذا الحد تبعي اللي بدي أدخل فيه. فانتقال بني إسرائيل من المكان اللي كانوا موجودين فيه وأمرهم فيه سيدنا موسى إلى الدخول إلى الأرض المقدسة، هذا حد. وبمجرد دخولك فين بتصبح؟ تصبح في مكان السجود اللي هو المسجد. لو سألنا هاي الآيات القرآنية اللي موجودة في القرآن الكريم مع من تكلمت وادخلوا الباب، يعني لو أخرجنا الكلمات أو الآيات القرآنية التي تتكلم عن دخول الباب سجدا وسألنا مين مع مين كانت تحكي، يعني سنجد أن هناك اختلاف ما بين العلماء، أنه قالوا بعض الآيات، البعض قال أنه هاي لموسى، والبعض قال لا هذه مش لموسى، هذه لمين؟ ليوشع بن نون. يعني الاختلاف كان في بس شخصيتين اللي هم سيدنا موسى ويوشع بن نون، لأنه سيدنا موسى حاول إدخالهم الأرض المقدسة من جهة سيناء إلى الأرض المقدسة ورفضوا. ومين بعدين لف فيهم اللفة؟ أجا يوشع بن نون بعد فترة لف فيهم اللفة حوالين سيناء كلها، وجاء من حدود الأردن. وفين سيدنا موسى؟ مات في سيناء، في سيناء. في حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه مات عند جبل الطور ودفن هناك عند الكثيب الاحمر عند جبل الطور في سيناء. هلا يوشع بن نون لف يوم اللفه وجاء من اتجاه النهر اللي هو نهر الاردن، ومن هناك دخل. فالاختلاف بين العلماء كان انه هاي الايات مع موسى ولا مع يوشع بن نون. وفي الحالتين، خلينا نقول في الحالتين، يعني اين حدود الباب؟ فحدود الباب تكون اما من جهه سيناء او من فين؟ من جهه نهر الاردن. كل ما هو ما بين نهر الأردن وسيناء باللفظ القرآني شو بقول عنه سبحانه وتعالى؟ أقصى. فلو قلنا كلمة أقصى من ناحية قرآنية أو بفهم قرآني فين حدودها، شو منقول؟ الأقصى في القرآن هو كل الأرض المقدسة من سيناء إلى نهر الأردن، هذا هو الأسبوع الأقصى. هل هذا الأقصى مكان مش بنيان؟ شو اسمه؟ مكان. يعني زي إنسان اشترى قطعة أرض، اشترى قطعة أرض، يعني أي واحد مثلا اشترى قطعة أرض مثلا دونم دونمين ثلاثة، وشو بده يسوي بعدين؟ بده يبني داخل الأرض بيت. هل يبني البيت على كل الأرض ولا بيبنيها بنقي له نقطة بقعة مناسبة داخل الأرض بيبني فيها؟ فبنقي بقعة معينة بيبني فيها البيت. بس الأرض إله ولا مش إله؟ إله. فمعناه كمكان، كمكان الأقصى هو كل الأرض المقدسة. إنما كبنيان شو بنينا؟ بنينا داخل الأرض المقدسة بيت لله سبحانه وتعالى، قد أسميه بيت أو المسجد الأقصى. شو بسميه المسجد الأقصى؟ إنما كأقصى هي كل الأرض المقدسة. هلأ المسجد الأقصى اللي احنا بنعرفه كبنيان، لو سألنا قديش بنعرف حجمه؟ احنا بنعرف كل ما دار عليه السور شو اسمه؟ اسمه بنيان المسجد الأقصى. بدنا نحدد المصطلح ونهذبه شوي، بديش أقول المسجد الأقصى، شو بدي أقول؟ بنيان المسجد الأقصى. فبنيان المسجد الأقصى بنعرفه حاليا تقريبا 144 دنم، أو اللي بيقيسها بالإكتار بتطلع تقريبا 35 هكتار، تقريبا 35 هكتار، الهكتار 4 دنم. 144 دنم أو 144 ألف متر مربع، هذا شو بسميه؟ بنيان المسجد الأقصى. هلا داخل بنيان المسجد الأقصى شو في عندي؟ كلها مكان ولا في عندي أبنية؟ هلا أي بناء ببنيه داخل بنيان المسجد الأقصى شو بسميه؟ بسميه مصلى. ليش؟ لأني أنا بدي أصلي فيه في مكان مسقوف، أمنع عن نفسي الحر أو المطر. فهذا المكان اللي احنا بنصلي فيه شو اسمه؟ اسمه مصلى، ما اسمهش مسجد. ما بسمي هذا المسجد الأقصى. هلا أحيانا في ناس بتقول وبيسألوا، يعني أنا بسمع ناس بقول له يا فلان فين بدك تصلي؟ بدك تصلي في الصخرة ولا بدك تصلي في الأقصى؟ شو بقول له؟ لا أنا بدي أصلي في الأقصى تحت. وهذا الحكي إخواني خطأ. ليش؟ كأنك بتفترض إنه هذا المصلى شو افترضته؟ هو المسجد.
وهذا الافتراض شو بيعطي؟ بيعطي الاعداء الطرف الثاني انه يقول ايش؟ انه هاي مسجدك هون، هدول ال 5000 متر، هذا المصلى اللي احنا فيه اللي اسمه المصلى القبلي، قديش حجمه؟ اللي بحب يعرف تقريبا 5400 متر مربع. فشو بيعطيهم امكانيه؟ بيعطيهم امكانيه انهم يقولوا انه المصلى القبلي هو المسجد الاقصى، وبرا شو هو؟ ساحات انا بدي اخذها للبلديه. وهذا الشيء خطير جدا اخواني، لانه احنا بنمكن اعداء الاسلام انه هم يستخدموا الالفاظ بالطريقه اللي بدهم اياها. عشان هيك اخوان، في عندنا مصليات داخل بنيان المسجد الاقصى. من المصليات احنا بنعرف هلا احنا في المصلى القبلي، تحتينا في شيء اسمه المصلى القديم، في عندنا غاد المصلى المرواني، في عندنا مصلى النساء، في عندنا مصلى المغاربه، في عندنا مصلى البراق، في عندنا مصلى قبه الصخره، في عندنا مجموعه مصليات داخل داخل بنيان المسجد الاقصى. وكل الساحات ايضا مصليات، يعني لما انت هذا المصلى شو بصلي فين؟ بصلي في الساحات. هل في فرق بين الساحه وبين المصلى المسقوف؟ ما في، نفس الشيء، كله مصلى، كله حاليا بدنا نسميه مصلى او بنيان المسجد الاقصى، فما في فرق بين المناطق المسقوفه وبين الساحات اللي مش مسقوفه. فكل المصاطب، كل الساحات، كل الغرف والابنيه اللي موجوده وكل المصليات مع بعضيها حوالين السور شو بسميها؟ بنيان المسجد الاقصى. وما بعطي مساحه، ما بعطي مجال لحدا انه هو يضحك علي انه يقول لي هذا جزء، هذا الجزء هو المسجد الاقصى. وكمان اخوان لازم نفهم انه احنا كمسلمين لازم نبقى عارفين كلمه الاقصى في القران فين هي؟ كل الارض المقدسه، يعني من ناحيه شرعيه، من ناحيه شرعيه لما اتكلم عن الارض المقدسه انا اتكلم عن مسجد، عن بيت من بيوت الله، عن مكان المسجد الاقصى. يعني عند الله سبحانه وتعالى حيفا، يافا، ام الرشراش، تل الربيع، عكا، كلها جزء من ايش؟ كلها من الاقصى، كلها من الاقصى. عشان هيك اذا انا تنازلت عن اي جزء من الاقصى، ولا واحد يقول والله انا بدي اتنازل عن مثلا تل الربيع، او بدي اتنازل عن حيفا او عكا، شو بتكون متنازل عن ايش؟ عن جزء من الاقصى. وهذا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لانه انا يعني ما قدرت انه المسجد الاقصى حدودها كل الارض المقدسه. وهون اخوان لازم نبين هذا المسجد الاقصى اللي الله سبحانه وتعالى ذكره في القران، ذكر لنا عليه امور لازم احنا نعرفها. يعني لو سالت انا السؤال لمن المسجد الاقصى؟ مين صاحبه للمسجد الاقصى؟ مين اللي بيقدر يبيعه ويشتريه؟ نقول بس من القران الكريم بنجاوب، ما بصير اجاوب لحالي. يعني في سوره الاعراف على ما اعتقد في الايه 127 او 128 يقول سبحانه وتعالى على لسان موسى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله. لمين؟ قال لله ولا قال لبني اسرائيل؟ قال لله ولا قال للسلطه؟ قال لله ولا قال للاردن؟ قال لله ولا قال للسعوديه؟ ان الارض لله، لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني هذه أرض الله سبحانه وتعالى. فالسؤال إخواني، من يتجرأ أن يبيع أرض الله لعبد من عباد الله؟ يعني أجي أنا أقول لك تعال فلان أبيعك قصر الملك عبد الله، شو رأيك؟ بقدر أبيعك قصر الملك عبد الله؟ يعني من غير ما تسألني فين وراءك الثبوتية، شو بتقول لي مالك يا محمد؟ شو بتحكي أنت؟ تحكي بإشي يعني صعب. فما بالك لما أجي أقول لك بدي أبيعك أرض الله، بدي أبيعك بيت الله، أو بدي أبيعك جزء من أرض الله سبحانه وتعالى. هذه الأرض لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يورث هذه الأرض للفئة اللي بده إياها. يورثها من يشاء. مين؟ العبد ولا الله عز وجل؟ من يشاء الله. والعاقبة يعني اللي بده يتم في الميراث بعد ما الله سبحانه وتعالى يورث هذه الأرض شو لازم يكون؟ متقي. وهذا الاشي اخواني مش بس في القرآن، هذا الاشي مكتوب في كل الكتب السماوية. يعني الله سبحانه وتعالى حكى لنا انه هذا الحكي اللي حكاه سيدنا موسى لقومه اللي هم بني اسرائيل، لانه بني اسرائيل اكثر من سيدعي انه الارض لهم وما راح يعترفوا انه الارض لله، ولكن سبحانه وتعالى حكى لنا انه هذا الحكي موجود كمان في باقي الكتب السماوية. يعني في سورة الانبياء في الآية رقم 105 يقول سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد،
يقول سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي من الصالحون. نفس الشيء كتبنا فين؟ ولقد كتبنا في الزبور. الزبور من كتاب مين؟ سيدنا داود. من بعد الذكر، الذكر جاءت في القرآن الكريم إنها صحف إبراهيم وموسى، يعني موجودة في كتاب داود وموجودة في صحف سيدنا موسى وموجودة في صحف سيدنا إبراهيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هون كلمة الصالحون غاد كلمة إيش؟ المتقين، والعاقبة للمتقين. عشان هيك إخوان، إن أورث الله سبحانه وتعالى هذه الأرض لمجموعة وأرادت هذه المجموعة البقاء في الأرض، شو عليها؟ أن تكون صالحة ومتقية. فإن خرجت عن الصلاح أو عن التقوى، شو بسوي سبحانه وتعالى؟ بطحيها، بطردها، بخرجها من الأرض. وشو بسوي؟ ويورث هذه الأرض لقوم آخرين يرتضيهم سبحانه وتعالى، أو حتى إنه مش بيرتضيهم، يعاقب فيهم من خالف أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي إخواني القوانين اللي موجودة حول الأرض المقدسة هون. هلا لما نقول، إنه القطة حاليا، نحن نتكلم كلها من واقع هاي الرؤية، يعني أخذنا هاي النظرة الشرعية بس عشان نفهم الرؤية. لما نقول إن الرؤية تتكلم عن محاولة نزع السيادة من الأردن على المسجد الأقصى وإعطاء هذه السيادة لمين؟ لبلاد السعودية، لأنه بلاد السعودية عندها قابلية أكبر حاليا من غيرها في التنازع عن المسجد الأقصى. شو منقول؟ منقول لا يحق لا للأردن ولا للسعودية ولا للسلطة ولا لأي واحد على وجه الأرض إن هو يتنازل عن ذرة تراب واحدة من كل الأرض المقدسة، مش بس المسجد الأقصى، لأي واحد لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه قاعدة إخوان شرعية، انتهى الموضوع، ما في حكي. عشان هيك يا إخوان، عشان هيك يعني بنقول للجميع أن يتقوا الله عز وجل. إحنا بنحكي عن بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، أنت ما بتحكي على بيتك، ما بتحكي على شيء إلك، أنت بتحكي عن بيت الله عز وجل. فإن نازعت الله سبحانه وتعالى بيته قسمك سبحانه وتعالى، سيكون هذا السبب أنك أنت كأنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل عليك عقاب رباني رهيب، أنك أنت تخاصم الله سبحانه وتعالى في بيته. هون إخواني بدنا ننبه كمان نقطة، ونقطة مهمة ومهمة جدا، إنه الشيطان وحزب الشيطان في تعامله مع الأرض المقدسة بيعرف هاي القوانين، ويمكن بيعرفها أكثر منا. يعني إذا يمكن إذا قعدت أنا وحاخام يهودي وقعدنا نحكي عن الأرض المقدسة، يمكن ألاقيه بفهم في القرآن عن الأرض المقدسة أكثر ما أنا بفهم. احتمال، هذا الاحتمال وارد. فهم يعلموا، عندهم علماء، الله سبحانه وتعالى سماهم علماء بني إسرائيل، عندهم علم في الكتاب، علم رهيب وقوي، بيعرفوا هاي القوانين. فالسؤال، إذا أنت بتعرف هاي القوانين، كيف بتنازع الله سبحانه وتعالى في ملكه؟ ومنقول إخواني هون، الله سبحانه وتعالى علمنا كيف هم بفكروا. شو بقول؟ يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني هذا الشيطان أو حزبه أو من والاه، عشان يجي يحط ايده على الارض المقدسه، شو بيسوي؟ بياخذ المسلمين المؤمنين جسر. يعني ان جاء الشيطان وجاء على سبيل المثال لانسان، سواء الاردن او السلطه او السعوديه، صاروا ثلاثه على الساحه، واجا لهم بتوافقوا اني انا اسيطر على المسجد الاقصى، واحد لهم قال له اه بوافق، شو صار؟ صار كانه عنده رخصه يتواقح فيها أمام الله سبحانه وتعالى. شو لله عز وجل؟ أنت ما خصك، اللي كانوا واللي أنت أعطيتهم الأرض هم أعطونا إياها، فكيف أنت بتعطيهم الأرض وهم بيعطونا إياها وبعدين بدك تعترض؟ صارت إلنا لأنه أنت أعطيتهم إياها هم أعطونا إياها. فهذه الوقاحة اللي موجودة عند الشيطان، يخادعون الله والذين آمنوا. هلأ إذا هم أخذوها بهاي الطريقة، يعني هم بفكروا أنهم إيش؟ انهم نجوا من العذاب اللي الله سبحانه وتعالى توعدهم فيها: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، واياي فارهبون، واياي فارهبون، يعني في عليكم عقاب. فيعتقد انه هو سينجو من هذا العقاب. البديل بالنسبه له، انه شو يسوي؟ انه يحط ايده على المسجد الاقصى رغم عن الكل. هل هذا شو بده يكون فيه؟ بده يكون فيه تحدي سافر ومباشر
وحرب مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. فشو بكون عماله؟ استعجل الحرب مع الله، فبكون استعجل العقاب. عشان هيك لو سألنا الشيطان أنو أحسن له؟ إنه هو يصبر لآخر نفس في مفاوضات سواء مع السلطة أو الأردن أو السعودية أو أي واحد بنصبه، إنه يقول أنا المسؤول عن المسجد الأقصى، ولا إنه هو يقتحم المسجد الأقصى ويحط إيده عليها؟ أحسن له إنه هو إيش؟ يصبر لآخر نفس، إنه يأخذ هذه الأرض بمفاوضة أهلها ورضاهم، لأنه سيحتال وسيخدع، سيعتبر نفسه إنه خدع الله عز وجل. هلا شو اللي بيصير إخواني؟ إن هو توصل لحكم المسجد الأقصى، معناه توصل لحكم العالم. هذه قاعدة ربانية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، ما حط وراها الأرض المقدسة، خلاها عامة، لأنه حكم الأرض المقدسة هو بداية حكم العالم. يرثها عبادي الصالحون، فبيعتبر أنه وضع يده أو استلامه أو سيطرته عن المسجد الأقصى هو استلام للعالم كله، وهذا سيؤدي إلى خروج الأعور الدجال قبل أن تشن عليه حرب من الله سبحانه وتعالى. أما البديل، يعني إذا قال لك أنا ما قدرتش أن أنا أوصل للمسجد الأقصى بالاتفاق مع أهلها، أن أنا أضحك عليهم وأخذ المسجد الأقصى، شو بدي أسوي هلأ؟ بدي أطلع الأعور الدجال. عشان أطلع الأعور الدجال لازم أعبد الشيطان صراحة، لازم أعبد الشيطان صراحة، أجي أقدم قرابين للشيطان قدام الناس كلها، وهذا شو بده يكون؟ كمان إعلان حرب على الله سبحانه وتعالى. عشان هيك هو يضع عبادة الشيطان، يعني عمل الطقوس الشيطانية، كآخر مرحلة، بحطها آخر مرحلة. إذا فشل في المفاوضات والسيطرة على المسجد الأقصى بهذه الطريقة، فين بنتقل؟ إلى آخر الأوراق. آخر الأوراق إخواني شو معناها؟ إذا بده هو يعبد الشيطان ويسوي طقوس حتى أنه يخرج الأعور الدجال، معناه بدأت حربه مع الله عز وجل. فهذول الاحتمالات اللي موجودة. عشان هيك إخواني ما نكون عون للشيطان، ما نكون عون للشيطان، وما نساعد الشيطان في إيش؟ في حربه على الله، لأنه في كل الأحوال هو يحارب مين؟ هو يحارب الله عز وجل. هذا الشيطان عدو، فاتخذوه عدوا. يعني بدكش تتخذه عدو، بدك تقول أنا بحالي مش قادر عليه للشيطان، على الأقل ما تحط إيدك بإيده، ما تساعده على اللي بده يسويه. بيقول أنا بحالي وبدي أقعد في القرنة، هو أقعد في القرنة، محدش حاكي معه، ولكن لا تعين الشيطان. الله أكبر، الله أكبر، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير، بارك بأمركم إن شاء الله. ردد مع المؤذن، ردد مع المؤذن. الله حتى وإن هذه مش أرضه، هذه الأرض لله، هذه أرض الله عز وجل، يورثها من يشاء من عباده. مش مخالفين. إلك سيارة أعطتني إياها، بعدين قلت لي هاتها وأعطتها لفلان، بقول لك أنا السيارة معي أدن، هذه صارت لي. طب ما هي لك السيارة، أنت حر من بدك تعطيها، نفس الشيء، هذه أرض الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شفت ليش بدهم شيء يقطعوا في الدرس؟ عشان منو القال لا قال الرسول. How are you my brother? Yeah, okay. الحمد لله. أيوه. بسم الله.
يكون هين عليه بيه. ايوه صبر جميل ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. الله حي على